أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء. بس اليوم راح نكون للثالث المتوسط، الصف الثالث المتوسط. السبب لأن هواي طلبات اختيوا الامتحانات مالتهم قربت، ولهذا راح نسوي إن شاء الله بهاي الفترة راح نخلص أكبر قدر ممكن. على العموم نجي على الفصل الأول، طلاب الصف الثالث المتوسط، وخلينا نشتغل حتى نفهمكم بالطريقة. هنا طلابنا الأعزاء عندنا أني، دائما هاي الأني خليها تتأكد طلاب صف ثالث متوسط، أعيد، هاي الطلاب صف ثالث متوسط. هنا عندنا أني، دائما أني تأتي مع النفي، دائما هاي الأني تأتي مع النفي، خلوها في بالكم هذا الشيء. هنا عندنا مفرد، شو عرفناها مفرد؟ هاي الأي تأتي مع المفرد. طيب هسه افتهمناها مفرد، الإز لو الإزنت، لا هنا أكيد الإز لأن ما عندي أي شيء يدل على النفي، إذن إز وراها. هنا إز لو آر، مثل ما قلنا هاي الأي تدل على النفي، إذن راح نختار العفو الذي تدل على المثبت، إذن هاي الـ is مثبت. وراها هنا عندي ساعة، شنو هاي الساعة؟ يقول it's half past five. half past five يعني مسوين عليها فيديو إنه كلمة five خمسة ونصف، بالخمسة خمسة ونص، ما دام بالخمسة ونص راح نخلي خمسة ونص. هنا طلابنا الأعزاء لاحظ أنت عندك كلمة ناو تأتي مع المضارع المستمر، المضارع المستمر اللي ياخذ is زائد الفعل يحتوي على ing، إذن is doing. طيب وهاي هنا أيضا عندنا at the moment، at the moment مضارع مستمر، المضارع المستمر عندنا اليو تاخذ ار والار يجي وراها فعل يحتوي على ing. وراها منطوق السؤال يقول أريد past continuous، الماضي المستمر، الماضي المستمر باستعمال، آسف غلطت، قرأتها غلط، يرد لي نظارات بعد، present continuous مضارع مستمر، المضارع المستمر باستعمال ال R زائد الفعل يحتوي على ing. طيب زين دقيقة، هي مو هاي ار زائد الفعل بي اي ان جي، لا احنا عندنا حالة السؤال، في حالة السؤال يضع الفعل المساعد قبل الفاعل. اوكي وراها عندنا باست كونتينوس الماضي المستمر، الماضي المستمر عندنا دعاء تاخذ مفرد تاخذ was زائد الفعل بي اي ان جي. وراها هنا ايضا عندنا باست كونتينوس ماضي مستمر، الماضي المستمر عندنا children mothers ام الاطفال مفرد تاخذ was زائد الفعل يحتوي على اي ان جي. وراها هنا عندنا كلمة فاز، دائما كلمة فاز تاخذ really. وراها عندنا كلمة هنا الأي، هنا الأي ياخذ really، الأي إذا لقيتوها بالبداية تاخذ really. طيب وهنا هنا لقينا الأي بعد الفراغ فتاخذ كلمة quiet. زين وهاي كلمة difficult، هاي كلمة difficult بالدليل تاخذ اثنينهن، لكن ما أعرف إنه دائما يجيبوها مع الكوايت. طيب هنا عندنا موضوع اللي هو ترتيب الصفات، اوردر، رتب الصفات. هنا طلابنا الاعزاء يجب ان تكون الصفه العامه، طيب ثلاثتهم صفات عامه، ورا الصفه العامه راح يجينا الشكل، العفو الحجم، طيب هذا حجم وهذا حجم، ورا الحجم يجينا الشكل، ورا الشكل يجينا الاسم، يعني جوابنا راح يكون الأول. وراها عندنا مثل ما شفتوا أول ما نخلي الصفة العامة، ورا الصفة العامة راح نخلي اللون، وراها راح نخلي الجنسية، إذا هي beautiful black French. وراها هنا عندنا سلام، ها نعم عندنا أيضا ترتيب الصفات مثل ما قلنا صفة عامة، طيب هنا صفة عامة وهنا صفة عامة، بعدين اللون، بعدين الاسم. هنا اللي تسوي لي طلب مؤدب، طلابنا الأعزاء إذا لقيت هاي الإز لازم تنفيها وتعكس الصفة. طيب إذا هذا هو النفي مع عكس الصفة. طيب هنا عندنا تكرار، شلون تكرار؟ يعني هنا الإز نكررها نفسها، وكلمة ليزي أيضا نكرر، يعني نريد من عندي نخلي أ بت. وراها هنا شيل من عنده بالضبط، she can't read، يجي اللي يسويها طلب مؤدب اكيد راح يصير she can't read very well. هاي اهم الاشياء الموجوده بالفصل الاول، هنشوف درجتنا ايش قد، حصلنا 100%، احنا المفروض المهم حصلنا 100% وتم تجاوز الاختبار بنجاح.
ما عندنا مشكلة. وأهلا وسهلا.